بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الفيديو سوف أشرح لك ما هو التسويق بالعمولة أو مجال الأفيليت ماركتينج. سوف أشرح لك كيف تحقق 50 حتى 100 دولار في كل يوم من هذا المجال بالتفصيل ومن شاشة الحاسوب. مرحبا بك أخي الكريم أختي الكريمة مرة أخرى. قبل أن نبدأ في شرحنا لهذا اليوم، هذا هو حسابي على الإنستغرام. يسعدني أن أتواصل معك في هذا الحساب. إذا كان عندك أي سؤال حول هذا المجال أرسل لي رسالتك في هذا الحساب وسوف أجيبك إن شاء الله في أقرب وقت ممكن. إذا نبدأ على بركة الله في شرحنا لهذا اليوم. أولا دعوني أشرح للإخوة المبتدئين والأخوات المبتدئات في هذا المجال ما هو مجال الأفيليت ماركتينج ومجال التسويق بالعمولة. إذن مجال الأفيليت ماركتينج هو نفسه مجال التسويق بالعمولة، هو نفسه مجال CPA. إذن الفرق هنا في بعض الأمور والتي سأشرحها في هذا الفيديو. نبدأ على بركة الله بشرح مجال CPA. إذن CPA هو Cost Per Action أو الدفع مقابل الأكشن. إذن هذه الشركات تدفع لك كمسوق على الأشخاص الذين تأتي بهم إلى عروض هذه الشركة. إذن أي شخص أتيت به إلى عرض ما في شركة CPA ويعني هذا الزبون أو هذا الزائر عمل أكشن، سواء مثلا أدخل بريده الإلكتروني أو أدخل رقم هاتفه في العرض، تربح أنت عمولة. الشركات الرائدة في هذا المجال مجال CPA، هناك مثلا شركة CPA Build، AdWork Media، OGS، CPA Grip والعديد من الشركات الأخرى. ننتقل الآن إلى شرح مجال CPS أو Cost Per Sale أو ما يسمى بالدفع مقابل المبيعة. إذن هذا المجال أيضا مندرج تحت مجال الأفيليت ماركتينج، كما أن CPA أيضا مندرج تحت مجال الأفيليت ماركتينج. ما يميز CPS هو أن الشركة تدفع لك مقابل المبيعة، إذن يجب أن تبيع المنتج لكي تربح عمولة. هنا في CPA ليس هناك أي شيء لتبيعه، فقط هم يسألون عن أكشن، يسألون مثلا عن إيميلات الزوار أو أرقام هواتفهم أو أشياء من هذا القبيل. هنا في CPS يجب أن تبيع المنتج. طبعا المنتج هنا قد يكون منتج مادي أو فيزيائي يشحن. الشركات الرائدة في هذا يعني هناك مثلا أمازون، إيباي، AliExpress والعديد من الشركات. أو ممكن أن يكون هذا المنتج ديجيتال أي رقمي. الشركات المختصة في هذا المجال مجال المنتجات الرقمية، هنا مثلا كليك بانك، جي فيزو، واريور بلاس والعديد من الشركات الأخرى، CG.com مثلا. إذن هنا يجب أن تبيع المنتج كي تكسب العمولة. نعم، إذن في هذا الفيديو سوف أشرح لك بالتفصيل مجال CPA. سنأخذ العرض، سنشتغل على شركة CPA Build، سنختار عرض مربح، سوف أعلمك كيف تعمل يعني لاندين بيج أو صفحة الهبوط لهذا العرض، وسنتعرف أيضا على كيفية جلب الترافيك. إذن هذا الفيديو تطبيقي 100% وأنصحك بمشاهدته إلى النهاية كي تفهم طريقة الاشتغال لتكسب عمولات بشكل يومي. تستطيع أن تكسب 50 أو 80 أو 100 دولار أو حتى أكثر بتطبيقك لهذه الاستراتيجية. إذن ندخل مباشرة إلى التطبيق أو شرح المجال يعني تطبيقيا. إذن هذه شركة CPA Build. إذا أردت الاشتراك في هذه الشركة سأترك لك رابط الإحالة في وصف هذا الفيديو، إذا أردت طبعا استعمال هذا الرابط للتسجيل. إذن ستأتي إلى هنا وتنقر على Offers، وسوف يعطيك أو ستعطيك الشركة كل العروض الموجودة هنا. تستطيع مثلا اختيار العرض حسب الدولة، تنقر هنا على خانة الدول، تكتب هنا الدولة التي تريد تسويق عروضها. إذن هنا دول عديدة،
تستطيع أيضا أن تختار على حسب الكاتيجوري أو نوعية العروض. إذن هنا نوعيات كثيرة، هنا مثلا موبايل بين سبميت، تسأل عن أرقام هواتف الزبائن أو نعم الزوار. هنا الموبايل انستولز، عروض تسأل فقط الزائر أن يقوم بتنصيب شيء ما على هاتفه كتطبيق أو لعبة. هنا الاستقصاءات أو السيرفيز، هنا إيميل زيب سبميت، تسأل عن إيميلات الزوار. إذن تستطيع أن تضع التحديثات التحديدات التي تريد أن تظهر لك هنا. إذن هنا مثلا سوف نقوم باختيار عرض خاص بدولة أمريكا، نعم. إذن سنختار هذا العرض، ننقر عليه. إذن هنا يعطيك التفصيل الدقيق لهذا العرض. إذن هنا يقول لك اربح بطاقة جيفت كارد من فئة $100 سواء لماكدونالد أو برجر كينج. إذن هنا لكي تشاهد العرض تنقر هنا بريفيو أوفر. إذن هذا هو العرض. إذن هنا يقول لك ديفايسز أو الأجهزة، يشتغل على كل الأجهزة، الحواسيب، التابلت، الهواتف، نعم. إذن هنا كما تلاحظ من فئة إيميل زيب سبميت، يسأل فقط عن إيميلات الزوار، يقول لك يشتغل فقط بالدايركت لينك، يعني لا بد أن تنسخ رابط العرض لتسوقه. إذن هنا ننقر على جيت لينك. إذن هذا هو رابطنا التسويقي، نقوم بنسخه، نضعه في المتصفح. إذا لم تتواجد بدولة أمريكا تستطيع استعمال VPN لكي تشاهد العرض، لكن أنصحك وأحذرك لا تقوم بإملاء العرض بنفسك. لو قمت بإملاء هذا العرض بنفسك فسوف يتم حظر حسابك على الفور، سيكتشفون ذلك ولن تربح أي شيء وسيقومون بحظر حسابك. هنا فقط نريد أن نرى يعني العرض بشكل مباشر كيف يظهر للزوار، نعم. إذن هذا هو العرض، يقول لك اربح $100 جيفت كارد سواء في الخاصة بالماكدونالد أو البرجر كينج. إذن هنا ما الذي سنقوم بفعله؟ إذن الإخوة المبتدئين يجب أن تعلموا مسألة مهمة، وهي أن إذن هذا اللينك أو هذا رابطنا التسويقي لا تحبه المنصات الإعلانية ومنصات السوشيال ميديا، لا يحبون الرابط التسويقي، سيقومون بحظر حسابك لو نشرت هذا الرابط مباشرة على منصاتهم. ما الذي ستقوم بفعله مقابل ذلك؟ سوف نقوم بإنشاء لاندين بيج. إذن هذه هي لاندين بيج التي قمت بإنشائها باستخدام منصة بيلدرول. إذن هذه هي اللاندين بيج أو هذه هي الصفحة، نعم. إذن هذه هي الصفحة التي سيأتي إليها الزائر، نعم. نضع هنا عنوان جذاب، ثم نضع صورة للبرجر كينج أو الماكدونالد حسب اختيارك. هنا نقول له يعني نحاول أن نشوق هذا الزائر، نقول له انظر هنا، يعني لو أنك نعم لو أن هذا العرض يعني مناسب لك أو ملائم لك. هنا نقول له هل أنت عمرك أكثر من 18 سنة؟ إذن هنا في هذا الزر سنضع رابطنا التسويقي. إذن انظر ماذا الذي سيحدث لو نقرأ هنا، سيقول لك نعم أنا عندي 18 سنة فما فوق. سينتقل مباشرة إلى عرض CPA، سينقر هنا على العرض، سيقوم بإملائه. إذن هنا انظر هنا فقط يضع هنا بريده الإلكتروني لكي نربح هذه العمولة والتي هي $1.80. إذن للحصول على $50 في اليوم يجب علينا أن نأتي فقط ب27 شخص يملؤون هذا العرض لنتحصل على $50 في اليوم. إذن رقم بسيط جدا، نحتاج فقط إلى
27 شخص للحصول على 50 دولار. إذن كيف سننشئ هذه اللاندين بيج؟ كما قلت أنا أستعمل منصة بيلدرول، لو أردت الاشتغال على هذه المنصة عندهم باقة مجانية وباقة مدفوعة، سأضع لكم رابط الباقة المجانية في وصف الفيديو، انقر على الرابط وافتح حسابك مجانا في بيلدرول واشتغل وابدأ بإنشاء صفحات الهبوط الخاصة بك. ننقر هنا على تشيتا بيلدر لنقوم بإنشاء صفحة الهبوط. هنا سأعلمك كيفية عمل الصفحة من الصفر. Create new site، نختار هنا التيمبليت البروفيشنال، نختار هنا فقط البلانك بيج، ننقر على سيليكت ثم سيف. إذن هنا ننقر على Edit Page لنبدأ بالاشتغال على بركة الله في إنشاء صفحة الهبوط. إذن هنا ننقر على Add لندخل البانل الجديد، نختار البلانك بانل، ننقر عليه مرة أخرى. إذن هنا أدخلنا بانل أول وبانل ثاني، سنحذف هذا البانل، نقر هنا على ديليت. نعم، إذن نعود إلى اللاندين بيج التي قمت بإنشائها. إذن ننسخ هذا العنوان، ثم نضعه هنا، ننقر مرتين. تستطيع أن تكتب أي شيء كما تلاحظ. نجعله هنا في الوسط، نجعله بولد، ثم نعطيه يعني الحجم الذي نريد. تستطيع أن تبدع أنت في هذه الأشياء، تغير اللون مثلا هنا. نعم، يعني أشياء وإمكانيات هائلة تقدمها منصة بيلدرول، تستطيع أن تتعرف عليها بنفسك، حتى أننا نستطيع مثلا أن نغير الفونت، نختار مثلا Arial Black. ثم ننقر على Add ثم Element وندخل الصورة، ننقر على Image، نسحبها هكذا إلى داخل الصفحة لتحصل على صور برجر كينج. تكتب هنا في جوجل كروم كلمة برجر كينج ثم تختار Images، وستلاحظ أن عندك هنا العديد من الصور، تستطيع استعمال هذه الصور. تنقر هنا بيمين الفأرة ثم Save Image وتحملها إلى سطح المكتب. أنا قمت بذلك مسبقا. إذن هنا سأنقر على Edit Element ثم General Settings Change Image. كما تلاحظون أنا عندي الصورة مسبقا. لو أردت أن ترفع الصورة إلى بيلدرول، تنقر هنا على Select File وتختار الصورة من سطح المكتب ثم ترفعها إلى بيلدرول. سأختار وأؤشر على الصورة ثم Save. تستطيع أن تسحبها هنا لتكون كبيرة نوعا ما. إذن هنا نختار هنا Center Element لكي تظهر في وسط الصفحة. هنا أيضا بالنسبة للعنوان
إذن مسألة إنشاء صفحات الهبوط أخي الكريم أختي الكريمة مهمة جدا، ولن تستطيع التسويق بدونها كي أكون واضحا معك، وستكتشف هذا مع مرور الوقت. لذلك اعطي الوقت الكافي لتعلم هذه الأشياء، لا تستعجل، لأنك لو استعجلت فستخسر كل شيء. لذلك كل مرحلة اعطيها الوقت الكافي. نختار هذا النص. نقول على Add ثم Return Text. نختار مثلا H4. نقر مرتين هنا Ctrl V. لماذا اختفت الصورة؟ سوف أدخلها مرة أخرى. Image. نعم، ندخلها مرة أخرى. النص هنا ندخل نص آخر، نختار ال H5. ثم نكتب هذه الكلمة: هل عمرك أكثر من 18 سنة؟ نحن لا يهمنا هل عمره أكثر من 18 أو أقل، فقط نريد تشويق الزائر وتحفيزه على إملاء العرض. نعم، الآن سوف أقوم بإدخال الأزرار. قر على Return ثم Button. هنا عندك مجموعة من الأزرار، تستطيع اختيار الزر الذي تريد. نعم، سأنقر هنا لكي أقوم ب نسخ هذا الزر وإنزاله إلى الأسفل. إذن هنا عندي زرين، سأنقر هنا على Edit Element ثم Headline. سأكتب هنا كلمة Yes، هنا أيضا سأكتب No. نذهب الآن إلى الشركة ونقوم بأخذ الرابط التسويقي. إذن هذا هو رابطنا التسويقي، أي شخص ينقر عليه ويملأ العرض نربح عمولة وقدرها 1.8 دولار. إذن ننقر هنا ثم Select Seat Link. إذن هنا نضع الرابط التسويقي، ننقر على Open in the Steam tab. إذا أردت أيضا أن تضعه في هذا الزر، يعني أنت حر في ذلك، نمسح ونزيل هذا النص، لسنا بحاجة إليه. إذن الآن كل شيء جاهز. ننقر على Save. That's fine.
إذن هذا هو رابط الصفحة، ننقر هنا على Go to the website، يظهر الآن في المتصفح. إذن هذا هو الرابط الذي ستضعه أمام الزوار وليس الرابط التسويقي. إذن هذه هي اللاندينج بيج الآن جاهزة وكل شيء يعني تمام. سيأتي إلى هنا، سينقر على Yes، سيذهب مباشرة إلى عرض CPA، سيملأه العرض يعني بإملاء بسيط جدا، وستربح 1.8 دولار. إذن الآن فرغنا وانتهينا من كيفية عمل اللاندينج بيج أو صفحة الهبوط. يتبقى لنا أمر أخير، هو كيف سنأتي بالترافيك. إذن للإتيان بالترافيك سوف نقوم مثلا بزيارة الموقع الرسمي لبرجر كينج، وسننزل إلى الأسفل، انقر هنا على أيقونة الفيسبوك، وسوف يعطيك صفحة البرجر كينج على الفيسبوك. إذا ستأتي إلى هنا وستنقر على كل هؤلاء الأشخاص الذين وضعوا إعجابهم لهذه الصفحة، وسنبحث عن الأشخاص الذين يقطنون بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن مثلا هذا الشخص أظن أنه لا يقطن بأمريكا، نبحث عن شخص آخر. إذن هذه المرأة تقطن بأمريكا، إذن نتواصل مع هذه المرأة، نرسل لها رسالة هنا على الميسنجر، ونضع أمامها يعني رسالة تسويقية تقول لها أهلا وسهلا بك، رأيت أنك من إحدى معجبي الصفحة الخاصة بالبرجر كينج، أردت فقط أن أشارك معك يعني عرض للربح بطاقة جيفت كارد من فئة 100 دولار، وترسل لها يعني الرسالة مرفوقة برابط اللاندينج بيج. إذن هذه هي الطريقة التي ستستعملها لتسويق هذا العرض يعني بطريقة مجانية 100%. اشتغل فقط وابحث عن الأشخاص الذين يقتنون بأمريكا، ستجد أن أغلبية هؤلاء الزوار كلهم من أمريكا. نعم انظر هنا، كلهم يعني عدد كبير جدا منهم يقتنون بأمريكا. إذن هكذا تراسلهم عبر الميسنجر، وستلاحظ أن العديد من الأشخاص سوف يستجيبون ويتجاوبون مع رسالتك التسويقية، وستلاحظ أنك إن شاء الله ستحقق الأرباح من مجال CPA أو مجال التسويق بالعمولة. إذن هذا كل ما يتعلق باستراتيجية الربح من شركة CPA Build. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالنقر على زر لايك، إذا لم تشترك في القناة انقر على زر الاشتراك، وفعل زر الجرس حتى تتوصل بكل ما هو جديد. إذا عندك أي تساؤلات حول مجال CPA أهلا وسهلا بك، تواصل معي عبر الإنستغرام أو عبر الواتساب، وسأجيبك إن شاء الله على الأسئلة التي بحوزتك. أشكركم على حسن إصغائكم وتتبعكم لشروحات القناة، أراكم إن شاء الله في شروحات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.